اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي ليله، وشرفني ونورني النجم اللي بحبه على المستوى الشخصي كمان والمستوى التدريبي كمان، النجم الكبير احمد سامي. نور الدنيا يا كابتن. اميره ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ايه الشياكه دي؟ ده انت اللي شيك. الله يخليك. يعني ابدا معاك من ايه؟ طمني عليك الاول. كويس الحمد لله. يعني الفتره بعد ما يعني مشيت السنه اللي فاتت من الجيش، يعني العمليه كان فيه عروض بس ما كانش العروض اصلا، مش عايز اشتغل وخلاص يعني. القصه كلها بالنسبه لي الحمد لله، يعني ما يعني عايز يبقى في قصه وفي طموح وكلام الكلام ده اللي هيبقى مستهلك، بنتكلم اكتر ما بنشتغل يعني. بس فيعني حته لازم يكون في طموح على المستوى الاداري والفني. الفني ده بتاعنا، لكن الاداري يبقى المستوى الطموح يبقى فيه اقدر اعمل حاجه. لكن طبعا في افكار كتيره في دماغي، لكن الارض الواقع الواحد بيتصدم بحاجات غريبه يعني. لازم تتصدم. طبعا. ما خلي بالك انت علشان توصل اللي انت عايزه هتتصدم كتير جدا، واكيد انت عارف يعني ومر عليك حاجات. في سلبيات كتير في الكوره يعني. في مصر وفي مناصب معينه يعني، سواء على الدكه او بره، بتاثر بشكل كبير جدا على المستوى الفني على جميع انديه مصر. يعني عشان هم مش هستثني حد للجميع. مش هستثني حد. كله مش هتستثني حد. كله بيبقى فيه مشاكل كبيره. ده خلي بالك ده تصريح جامد جدا. طبعا. لا مش هستثني حد خالص، لان كله بيبقى فيه حته العدم، كل واحد مش عارف شغلته ايه. يعني مدير الكوره، مدير رياضي، يعني مدير التنفيذي، مدير كله بيشتغل مديرين فنيين. فده بيحصل فيها مشاكل كبير جدا. وللاسف انا ممكن ابقى فاهم في الكوره بس انا شغلتي ما اتدخلش في الكوره. فانا لازم احتفظ بمنصبي اللي انا وافقت بيه وتعاقدت مع النادي عليه. ما ينفعش اعمل حاجات اكسترا، الحاجات الاكسترا دي زياده، اللي هي حته ان انا اتطوع، دي بتعمل مشاكل كبيره. طب ما تيجي نشوف كده تقرير كده اتفضل للكابتن احمد سامي مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم. الظاهر يبقى النقاش يعني جامد جدا. لا انا صريح بس تقرير. انا عارف نشوف تقرير كده عن النجم احمد سامي ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد، منورنا ومشرفنا تاني يا كابتن. لا نورك. انت دخلت، بص انت داخل يعني دخلت في حته جامده جدا. انت عممت ان مفيش حاجه اسمها استقلاليه، مفيش حاجه اسمها خصوصيه، مفيش حاجه اسمها احترافيه. فاكس خالص بالظبط. وبعدين خلي بالك معلش انا حاسس منك حاجه. مع احترامي يعني اقول لك بس. اتفضل. يعني مثلا حته مدير الكوره على مستوى مصر كلها عندها كلها ولا ليها اي قيمه في الموضوع. انت الراجل مدير رياضي، مدير رياضي تقعد في المدرجات. المدير الفني، الجهاز الفني فقط هو اللي يقعد على الدكه. انا ما بشوفهاش في اي في العالم بصراحه. ما بشوفش في العالم مدير كوره والزفه اللي بتبقى قاعده تحت دي. خالص العين يعني. أنا بيبقى في تشتيت. على فكره كلام محترم. لا انا بكلمك، مدير الكوره المفروض يتلغي من على الدكه تحت في جميع الانديه، لانه ملوش اي لازمه على الدكه تحت. لان الدكه تحت دي بتاعه المدير الفني فقط بالظبط. بس هي دي النقطه. ودي بتعمل خلي بالك مشاكل كبيره جدا. بتعمل. انا بخلي بالك انا بعمم على مصر كلها، انا ما بتكلمش على نادي معين. انا يعني المفروض ده المنصب ده، انت مدير الكره ده وظيفته اداريه بحت. اداري بحت في شراء لعيبه، في التوافق مع اللينك مع مجلس الاداره لو في حاجه عايز يوصلها للجهاز الفني في اي حاجه. ده المدير الرياضي ده هو اللي بيخش في الصفقات وبيبقى ليه راي بحكم ان هو لازم يكون بيلعب كوره او يعني محتك بالمجال. لكن حته نزوله تحت دي مش عارف يعني مش موجوده في الدوريات الكبيره ولا الصغيره بره. احنا عندنا في العرب بس. طب تفتكر ايه سببها؟ ما اعرفش يعني، بتعمل مشاكل كبيره. يعني تفتكر ايه سببها؟ مش عارف والله، انا ما عارف. لان مفيش سيستم يعني. انت عارف انت في مصر هنا ما بنشتغل اليوم بيومه. يعني مفيش خطه كده او طريقه او جديد نعمله نطور من ادائنا في مجال الكوره. مفيش الكلام ده خالص. وخلي بالك يعني مش دي بس، حاجات تانية برضو بس احنا مش عايزين نخش فيها، لان انا ما بحبش ايه يحصل تصادم مع حد يعني. طب انا هسالك سؤال، انت عارف ان انا مش من مقدمين الخبث، انا بتكلم من قلبي. ربنا اللي يعلم. يعني انت شايف الكلام ده حتى في النادي الاهلي؟ مدير، انا بكلم مدير الكوره في جميع الانديه. مش الاهلي بس، اهلي وزمالك. هو الاهلي، لا الاهلي بيبقى مدير الكوره يعني هو مدرب عام وشاغل منصب مدير الكوره. لا مفيش الكلام ده يعني. الكابتن محمد يوسف بتكلم راجل كان مدير فني نادي الاهلي وخد بطولات معاه، وراجل مدير فني ليه قيمه يعني، مسك بتروجيت وفي العراق اشتغل. حته ان انا مدرب عام ومدير كوره
هتاخد منك يعني هتاخد منك في الشغل الفني. مفيش حد بيعمل الاثنين يعني. انا مش اشتغل هو تكليف تكليف لا لا التكليف لكن التكليف في فتره مؤقته لكن انا حاجه وانا مش بدافع التكليف لا انا معلش يعني انا بتكلم دي وجهه نظري أكيد ما حدش يزعل مني انا عارف لا لا انا النظام نظام كل الناس في حاجة صراحتك على النظام في نظام حته ان انا ابقى مدرب عام هتاخد مني فنيا طبعا شغل اداري شغل اداري ده ليه ناسه لو انت كمدير كوره شغل مدير كوره يبقى مدير كوره بعدين معلش باحترامي يعني نادي الاهلي مليان ناس كابتن محمد يوسف قيمه فنيه واضافه للجهاز الفني وكل حاجه لكن انا شغال مدير كوره وقائم باعمال مدير كوره ليه انا مش عارف ليه يعني من قله الناس يعني في النادي الاهلي النادي الاهلي مليان ناس كتير قوي وجهه نظر واكيد انا بحترم وجهه نظر دي حاجه بس يعني انا بكلمها بس لكن انا بكلم بعمم الناس كلها في حته المدير الكوره المفروض يقعد في المدرجات تمام يبقى ليه منصب تمام طيب قول لي يعني لما بنشوفك بتمسك طلائع الجيش او مثلا بيبقى ليك فكر معين وفجاه كابتن احمد سامي مبقاش موجود هل انت ليك طريقه معينه في الشغل مش متناسبه مع اي نادي بتروح هل انت ليك مثلا دماغ معينه هل مثلا انت عصبي شويه انا عايز اعرف برضو قصه احمد سامي لان الناس بتشوفك بتعمل شكل سيبك من طلائع الجيش ما بتكلمش على طلائع الجيش يعني في العموم بتعمل شكل وفجاه مش موجود وفجاه لا نجيب احمد سامي تاني بص خلينا نتكلم في العموم ما نتكلمش انا بتكلم عموما يعني انا ما كنتش نجم في الكوره قوي عشان كنت بكليفت كنت يعني ورحت منتخب والكلام ده الناس ما تعرفوش والكلام ده بس حصل اصابات وحصل يعني حته اللي هي مش بتاعتي قدر فكنت مصنف في المجال يعني مش مشهور للناس كلها في المجال ان انا من احسن باكات ليفت في مصر احنا عندنا مشكله في شغل في مصر انا عايز اجيب نجم اشتغل من غير علم انا لما بطلت كوره اصابات كثرت اصابات اتجهت في موضوع التدريب وما رضيتش اشتغل يبقى علاقه مع مدرب كبير ولا حاجه اروح اشتغل معاه في لندن انا سبتك بتقول الكلام انت عايزه بس انت نجم على فكره يعني لا لا انا بتكلم لا لا يعني دي حقيقه يعني احنا عندنا النجوميه هنا مختلفه شويه تمام فالمهم قلت لازم ادرس جامد واشتغل جامد عشان ابقى انا من النوع اللي عندي كرامه ما احبش حد ايه يقول لي انت ناقصك ايه وعملت ايه غلط والكلام ده فبقيت دايما اجتهد بس سكيتي يعني ايه مش ببهرجه جميل وما رضيتش اشتغل مع مدربين كبار دوري ممتاز على طول خدتها من تحت رحت نادي الجيش بصراحه الناس استقبلتني ناس محترمه جدا وكانوا مقتنعين بشغلي جدا وطلعت لعيبه باعوها بملايين وكانوا مدعميني جامد قوي في فرقه الشباب دي جميل ابتديت اطلع اشتغل مع مدربين واخد منهم خبرات زي كابتن حلمي طولان وكباتن وكابتن عماد سليمان ويعني كباتن كبار كلهم اتعلمنا منهم بس قلت برضو مش كفايه ابتديت يعني بقى بره والكلام ده ويعني الشغل فبقيت يعني ايه زي ما تقول ايه بقيت فاهم الدنيا ماشيه ازاي جميل طرق معينه وتكتيك معين وكلام عندنا مشكله كبيره جدا ايه هي ان احنا بنستسهل كادارات انديه مثلا انا ما بتكلمش خلي بالك عن نادي الجيش انا بتكلم عموما من كتر ما انا رحت اتفرجت كان اي مدرب اجنبي يجي كنت بروح اتفرج عليه تمام وانا ماسك الفرقه تمام مدير فني يعني كابتنون ده انا رحت اتفرجت عليه في وادي دجله وانا كنت ماسك الفرقه ايه رايك فيه لا مدرب هايل يعني. مدرب هايل هنتكلم عليه بعدين مدرب هايل يعني تمام. انا كنت بتفرج عليه في وادي دجله كنت بشوف لا هنتكلم عليه ده بس انا مش عايز اطلع من الحديث بتاعك زي ما تقول كده يعني ايه بقيت خلاص يعني ايه متودك في الموضوع وبقى عندي فكر وكونت رؤيه معينه في موضوع التدريب وبقى ليا اتجاه بالبحث والمعرفه السكيتي سكيتي يعني بشتغل مع ناس بره والكلام ده بقيت عارف الدنيا ماشيه ازاي جميل قوي غير بقى حته الموهبه انت بتبقاش عندك ما بتبقاش عارف ان انت عندك موهبه ولا لا بقيت حاجات كمان اعدلها في القصه من اجتهاد شخصي وانا بضيف على كلامك ان هي موهبه تدريب موهبه مختلفه تماما عن لعب الكوره خالص لا ده مش ده انت كلام تصديق لكلامك ده مختلفه تماما بالظبط انت عارف تبقى انت لعيب كوره بتفرق معاك في ايه؟ في تعاملك مع اللعيبه بس ان انت كنت لعيب كوره قبل كده ففاهم ان اللعيب ده دماغه ايه لكن حته التدريب مالهاش علاقه خالص انا معاك مليون في الميه بس ف انا دايما عايز اروح حته بيبقى فيها طموح فيها شغل وابتدي بالتدريج اطلع انا بتتصدم بحاجات سيبك من الادارات انا بتكلم على اللعيبه في مصر اللعيبه في مصر
مقتنعه بحاجات بقت راسخه عندها. ليه؟ لان كل المدربين النجوم بعد ما تبطل على طول بتشغل مدربين ناشئين، وده غلط يعني كبير. اللعيب بيطلع مش متعلم حاجه، فيبتدي يحصل له صدى في مخه. والكوره دلوقتي هي الحته الذهنيه، الحته البدنيه علم كبير جدا، بس في المتناول اقدر انفخك عضلات وفتنس وكل حاجه، لكن الحته الذهنيه انا شغل الفتنس ده ازاي؟ النواحي التكتيكيه شغالك ازاي؟ انا بحب كلامك، فانا يعني اقطعك سنه يعني كمان الحته البدنيه دي، عشان في ناس مقننين حاجات، مقننين الاحمال، وانا ضد نظريه التقنين في الرياضه عموما. مفيش اساسا انت تعرف ان كل طريقه في الحاله البدنيه، كل طريقه كل طريقه ليها شغل معين من الاحمال. جميل جميل، من النواحي التكتيكيه. جميل يعني جميل، يعني مش الموضوع ان انا معايا صفحتين بطبقها على اللعيبه بغض النظر عن التكتيك اللي انا بشتغل بيه. جميل، بس فبتصدم بلعيبه عايزه وقت وانت ما عندكش وقت. انت قلت لي عندها معتقدات. معتقدات راسخه، ان كده كده ان انا قاعد والمدرب ماشي، انا اشتغل بفكري. مش مشكله بقى اعمل حتى الحركتين دول بتوعي وخلاص. وبقى في قصه بقى تانيه طبعا، بيبقى لوبي في اوضه اللبس. انا بكلمك في حاجات بقى يعني ما حدش هيتكلم فيها. في لوبي في اوضه اللبس، المدرب ده ما بيلعبناش، يبتدوا بقى يكلموه، فابتدى القصة. يعني عندنا حته جهل كروي بالنسبه للاعيبه، عدم ثقافه رياضيه. لا خالص، اللعيب بيبقى كويس جدا، عدم ثقافه عامه، عشان ما يعني لا لا مش عامه، لا لا في لعيبه. يعني مثلا اقول لك على سبيل المثال احمد عيد عبد الملك، شوف الناس بقى ولعيب كبير ازاي. من اكتر الناس المتعاونه من نواحي التكتيكيه، وينفذ وهو عنده 35 سنه. ودي صعبه، حاجه جميله. محمد رزق اللي كان بيلعب في الاهلي برضه، من نواحي التكتيكيه هايل وذهنيا كمان. يعني قصدي ايه، الموضوع مش صعب، بس حته ان انا اشغل مخي من ضمن المجموعه. ما بقاش انا شغال لوحدي وعامل حركتين. خلي بالك اللي عنده مهارات زياده وبي بي بي من اللعيبه وبيطلعها على طول، ده ضعف. ضعف مش قوه. يعني ايه؟ يعني انا انت مهاري، فكل ما الكوره تجي لك لازم اعمل الحركتين المهاره بتوعي عشان ارقص واعمل، ده ضعف مش قوه. القوه ان انا استعمل المهاره في الوقت المناسب في المساحه المناسبه مع زميلي عشان نعمل تيم وورك كويس او جبهه كويس. جميل. كل الكلام ده مش موجود في اغلبيه لعيبه مصر. طب تفتكر الثقافه العامه بتاثر على الثقافه الكرويه؟ طبعا طبعا، نتفق مليون في الميه. التعليم لو انت متعلم ده طبعا بيوسع افقك يعني. بيوسع افقك، بس خلي بالك في ناس مش متعلمه، ده بس استثناء. لكن القاعده الاساسيه لو انت مكمل تعليمك بغض النظر، مش لازم تبقى دكتوراه كمدرب كتير. مش لازم دكتوراه بالظبط، لا مكمل تعليمك وتعليم عالي بتوسع افقك شويه. بيفرق معاك كمدرب؟ لا مدرب طبعا بتفرق، لازم المدرب يكون متعلم. لا بيفرق معاك كمان مع اللعيبه لما يكون هو عنده استيعاب لفكرك، اكيد هو ثقافته عاليه، بيبقى في قمه التعاون، وعي ثقافي كبير، تعاون وبعارف هدفه ايه وشغلته ايه. بس ده بتصدم فيها. يعني من الحاجات مثلا المعوقات اللي انا بقول لك عليها من ضمن الشغل يعني، لكن لازم نهتم بقطاع الناشئين، بمدربين قطاع الناشئين. عندنا الماده كويسه، يعني خامه اللعيب المصري كويس جدا. عندنا الماده، بس الماده دي انت بتشكلها ازاي؟ على حسب مدرب الناشئين. ما بيشكل اللعيبه خلاص، بيتحفر معتقدات راسخه وتبقى يمكن تبقى مصديه بالظبط ويطلع لك بيها بالظبط. احنا اتكلمنا قبل كده، مش عارف اتكلمنا انا وانت، دايما احنا بنتكلم في تفاصيل الكوره يعني، وبستمتع بالحديث معاك. اتكلمنا قبل كده ان فعلا اللعيبه حتى مش في مصر، حتى في العالم كله اللعيبه يعني لو قسمناهم هنقسمهم ثلاث فئات، يعني فئه استثنائيه زي ميسي وكريستيانو وندخل معاهم محمد صلاح، يعني ثلاث اربع لعيبه، وفئه عاليه شويه اللي هي الفئة الثانية، وفئة بقى كلها في العوام، يعني كلها بيشكلها بس مدرب. ما هو دي خلي بالك، ما دي دي ده شغل المدرب. ما هو في بتبقى مواهب كده فذة بتبقى قليلة جدا، ويمكن ما تبقاش عندك في الفرقة. بس حتة تطور الأداء التكتيكي الجماعي بالنسبة للفرقة وقابلية اللعيب عشان يتطور، ما دي خلي بالك أنا ممكن أبقى مدرب عالي جدا وأنت بتصطدم مع واحد جاهل جدا. بالظبط. فخلاص أنت شغلك بيجي عند وقت معين ومساحة معينة، بكلمك في الملعب، مساحة معينة في الملعب بيحصلها بتتقتل الشغل اللي أنت عامله، فيبان إن المدرب ده ما بيشتغلش.
فانت بتحاول على قد ما تقدر تطور من اداء اللعيب يتوافق مع الشغل بتاعك. اكيد. بس اكيد هي منظومه متكامله كابتن، لو نقص منها حاجات، مش هقول حاجه يعني، ممكن حاجه ماشي. هو مثلا لما تيجي تتكلم مثلا عن نادي الاهلي، نادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت ما كانش مهتم بقطاع الناشئين قوي، يعني السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان في كلام لكن ما كانش فيه تدخل فعلي، ما فيش تدخل فعلي في المشاكل الكبيره للنادي الاهلي. احنا كلنا، انا طالع من الناشئين الاهلي، كان فرقتي مثلا او الفرقه اللي فوقيه والكلام ده فيها بتاع 7-8 بيتأيدوا فوق. ده ما بيحصلش. وخلي بالك مش تقليل من قطاع الناشئين ومن البتاع، لا ما فيش اهتمام وما فيش رؤيه في الحته دي. دلوقتي انا شايف ان بقى فيه اهتمام، يعني دخلوا كابتن علي عبد الرحمن مدرب اصلا دوري ممتاز وفي السعوديه، والكابتن عمرو انور، الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، الكابتن هاني رمزي، يعني بقى في ناس اولا محتكه وشغاله مدربين على اعلى مستوى ابتدت تنزل تحت. ما هو ده اللي عايزينه، المدربين الكبار اللي فعلا لازم ينزلوا تحت. ومش ده تقليل من المدرب خلص. المدرب بيشتغل في اي حته، ده هو اهم حاجه. انت طلع لي حد بس فاهم بالظبط، طلع لي تشكله لي تشكيله، لان خلي بالك اللعيب اللي طالع من قطاع الناشئين بيبقى عنده انتماء قوي جدا للفرقه اللي بيلعب فيها درجه اولى. بالظبط. ما بيبقاش انتماء بالزبط. ما بيبقاش انتماء للماده الفلوس، يعني اكتر بفرق كتير جدا، بتفرق كتير، ممكن يضحي بحاجات كتير قوي عشان النادي اللي اتربى فيه. حلوه الكلمتين دول، حلوين قوي، حلوين قوي. واحنا لسه كنت بتكلم مع كابتن فتحي مبروك من شويه، واتكلمنا عن قطاع الناشئين، الكلام اللي بياكد عليه الكابتن احمد سامي كلام في منتهى الاهميه. اللعيب اللي طلع لك من قطاع الناشئين لعيب طالع متمرمط في تراب الاهلي، شارب دم الاهلي واللون الاهلي وريحه الاهلي وكل حاجه في الاهلي، عشان كده المؤثرات اللي هتاثر عليه بعد كده ماديا مش هتلاقوها خالص فيه، يعني هيضحي زي ما كابتن احمد سامي بيقول، هيضحي بحاجات كتير قوي عشان يقعد في النادي الاهلي. وده بنشوفه فعلا وحصل. مش عايزين بقى نتكلم، مش مجال حديثنا. شايف شكل الدوري السنه دي ازاي؟ الدوري السنه دي طويل، و25 القايمه اللي عملها اتحاد الكوره دي حاجه مفيده للكوره المصريه. المفروض ما يبقاش كل سنه بشكل، المفروض خلاص 25 تبقى معروفه كمان 10 سنين، لو رحنا كمان 10 سنين قدام في المستقبل تبقى 25 برضه. قوت الفرقه وسقطت ناس من فرق كبيره، قوت فرق صغيره. دي عملت حته ان انت ما بقاش متوقع مين اللي هيكسب في الماتش، حتى لو الاهلي بيلعب او الزمالك بيلعب او اي او الاسماعيلي بيلعب او المصري بيلعب، ما بتعرفش مين اللي من قبل الماتش مين اللي هيكسب. غير السنه اللي فاتت، الاهلي خد الدوري من الدور الاولاني، السنه دي بتهيألي هيبقى في تنافس شويه. تنافس شويه. يعني شايف شكل المنافسه مختلف. مختلفه. طيب انا هسالك، لسه معانا اسئله كتير، لكن امير هشام عايز يسالك سؤال. تعال نشوف امير هشام هيسالك. يقول لك ايه؟ يلا اتفضل امير. شكرا يا كابتن ميدو، برحب طبعا بالكابتن احمد سامي، وعايز اساله في البدايه عن المكتسبات اللي اكتسبها النادي الاهلي في الموسم او مع بدايه الموسم ده بالتحديد، في ظل تواجد مدير فني جديد بقياده مستر باتريس كارترون. النادي الاهلي قدر ان يفوز في اول مباراتين مهمين جدا في الموسم الجديد في بطوله دوري ابطال افريقيا على فريق تاونشيب، وتعادل مباراه امام الاسماعيلي، وفاز في مباراه غايه في الاهميه امام فريق المصري. المكتسبات اللي حضرتك شايفها من خلال هذه المباراه تتمثل، او من خلال هذه المرحله بالتحديد تتمثل في ايه؟ والسؤال الثاني اللي عايز اساله حضرتك هو خاص بمنتخب مصر، وخلاص في مدير فني اجنبي مستر اجيري، مدير فني مكسيكي تولى المسؤوليه، لكن هل حضرتك كنت مع الاتجاه بان المنتخب يكون ليه مدير فني اجنبي، ولا كنت مع الاتجاه الاخر والخاص بان يكون في مدير فني وطني للمنتخب المصري؟ تمام. يعني امير هشام بيقول لك ايه المكتسبات اللي اكتسبها النادي الاهلي في الفتره الاخيره مع قدوم باتريس كارترون كمدير فني، والسؤال الثاني اللي هو المدير الفني لمنتخب مصر اجير المكسيكي. هو يعني كان كارترون لما جه النادي الاهلي بيلعب بسيستم فني تكتيك في الملعب مختلف شويه. كان بيلعب عبد الله السعيد موجود، وكان في لعيب بلاي ميكر بيعتمد على البلاي ميكر. سيبك طبعا بيبقى فيه تحركات تكتيكيه للاطراف ونص الملعب وبيكمل السوليه والكلام ده، بس كانت الـ 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 الاهلي كان فيه بلاي ميكر متفوق على نفسه. يعني وعصر اجيال، يعني عصر الكابتن ابو تريكه، وبعد كده قعد شويه الكابتن ابو تريكه اتفرج عليه، وبعد كده يعني ايه زي ما تقول يعني ايه عبد الله السعيد استوى. تمام. فلما جه باتريس الاول قول لي رايك فيه الاول. اولا هو من احسن حاجه فيه ان هو هادي. هادي. طبعا. عشان كده بياخد قرارات سليمه. تمام. نمره اتنين، اولا اللعيبه كلها بتحبه.
حلو. ده حتى كان في وادي دجله كده. اولا بيشارك الجهاز المعاون، في خلي بالك في ناس بتيجي بتبقى ديكتاتوريه في مشارك كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان، دي حقيقه. من ناحيه تكتيكيه مدرب تكتيكي عالي جدا. يعني جميل. من اتفرجت عليه في وادي دجله وحتى الفرقه مازيمبي كمان كان يعني من ناحيه تكتيكيه كان كويس جدا. حته بقى المشكله اللي حصلت ان هو جه مسك الفرقه، طبعا كان في لعيبه مشيت زي عبد الله سعيد، وكان في لعيبه متعوره، وكان مطالب ان هو يكسب ماتشين افريقيا، وصعبين جدا على الحاله العامه اللي كنا فيها. جاب كولوبالي بالظبط مع تحفظي عليه. انا بوجهه نظري الفنيه ما تاخدش حاجه، بس انا مع تحفظي عليه، بس نفعه في ماتشين افريقيا. تحفظك في ايه يعني؟ خليها دلوقتي انا عشان ما نخشش في القصه. طيب. عشان ما نقيموش. اوكي ماشي. بس نفعه في ماتشات، في الماتشين بتوع افريقيا. نفعه اولا طويل، محتك في افريقيا، لعب كتير، هو اصلا عارفه، فالولد ليه انتماء كبير جدا ليه، فعرف يشكله بطريقه ونقاه. حته بقى بدايه الدوري هيشتغل بقناعاته الشخصيه ولا بالماده اللي معاه، هي دي بقى اللي تفرق. اشتغل ماتش الاسماعيلي بقناعاته الشخصيه، فعشان كده بني الاهلي مش في مستواه. لا فهمني. افهمك. نادي الاهلي بيعتمد على بلاي ميكر. اوكي. باتس كاردون بيعتمد على كور جناحات و داير بول. كور قطريه طويله، بس مش اللعب الانجليزي، اللعب المباشر اللي هو يوصلك للجون بسرعه. الناس فاهمه غلط. اوكي. الناس فاهمه غلط ان اول الكره ما تعلى يبقى لعب انجليزي. لا، هو بيشتغل على شغل قطري، يمكن اللعيبه مستوعبش لعب مباشر بس على اطراف مش من العمق. بالظبط. لعب عالي في ظهر الباكات، بيبقى تحركات معينه بتاخد لبره، وهو بتلعب اللي هو انا عايز اوصل للجون بسرعه عشان نسهلها للناس اسرع وقت. بالظبط. في اسرع وقت. تمام. بس ده اللعيبه ما نفذوتوش ماتش الاسماعيلي كويس. عايز وقت، اللي هو ما كانش معاه وقت ان هو يشتغل من ناحيه تكتيكيه بقناعه. ده عايز مثلا استحواذ شويه في نص الملعب واعمل القصه دي. تمام. الماتش الاسماعيلي اشتغلوها بدري، بقى من كولوبالي طويل على طول، من الشناوي الجون طويل على طول، فبقت مقريه بالنسبه للاسماعيلي، فابتدى الاسماعيلي يقف ورا ومستني الكره الثانيه فبتجيله، فالنبني الاهلي مش في مستواه، وحته الناحيه الجماليه في الاستحواذ والكلام ده اللي متعود عليه بقاله 3 4 5 سنين ورا بيشتغل بيها ما بقتش موجوده. وده بان في ايه؟ ان حته البلاي ميكر لما كانت بتوصل لناصر ماهر كان بيبان خطوره الاهلي. لكن الطريقه دي مش محتاجه بلاي ميكر، محتاجه لعيبه اقوياء، اطراف اقوياء، تحركاتهم سريعه. تشتغل الشغل بتاع جه ماتش المصري. الماتش المصري ساعد الاهلي شويه. بس رجع مين؟ الثلاثه اللي هم اصلا بقى لهم 5 سنين بيلعبوا مع بعض، اللي بيشتغل الاستحواذ، اللي بيشتغل بتاع، مش هيقدر يلعبوا اللعب ده. انا بقول لك بمنتهى الصراحه كل حاجه. قول لي. تمام. فتحي وعاشور والثالث اللي كان غايب مين؟ السلاوي ولا مين؟ وليد سليمان. وليد سليمان. الثلاثه دول مش هينفعوا يلعبوا اللعب ده، خصوصا ان هم بقالهم 5 سنين بيلعبوا بطريقه مختلفه. تمام. فابتدى الاهلي يستحوذ في نص الملعب. بص برجاوي، يعني برجاوي بقى. برجاوي حاجه جميله جدا، يعني كلام على طول. تلاقي على طول. الله ينور يا برجاوي. فاستحواذ وابتدى يشتغلوا الشغل بتاع النادي الاهلي. مش زي الاول، بس الريحه موجوده في الناحيه التكتيكيه. جميل. فالمصري الاهلي الشوط الاولاني يكسب 2-3-0. دي حقيقة. الشوط الثاني ابتدينا، لان الراجل برضه خلي بالك برضه في نقطة النواحي النفسية. الراجل عايز يحبب جمهور الاهلي فيه. الراجل ما بيشتغلش بمنتهى الثقة، خلي بالك. ليه؟ هو عايز يكسب، مش بقى عارف لو هو بقاله سنة مع نادي الاهلي والكلام ده وبيشتغل ماتش المصري يطلع الماتش ده بسكور. لكن هو عايز ايه؟ كسب 2، فهو ابتدى يرجع ويقفل. لا، انا اكسب. عايز ياخد ثقه الجمهور الاول، عايز يعمل رصيد. بالظبط. يعمل رصيد لنفسه. بالزبط. على اساس ان هو لو اشتغل من ناحيه تكتيكيه الجمهور يستحمله. بالظبط. بالظبط. كلام جميل جدا. كلام جميل جدا. قعدت اتكلم معاك في الفنيات، انا عارف ان احنا مش هنخلص النهارده. طيب، يعني من مكتسبات
باتريس كالديرون عشان نتكلم عن نرد على سؤال طلعك خلاص بقى في افريقيا انت خلاص في المنافسه وفي الصوره نمره 2 ضيع ماتش الاسماعيلي اللي كان اوت اوف تكتيك خالص بقى ماتش المصري وجه جديد للاهلي يقدر يبني عليه الفتره الجايه في بطوله عربيه وتكمله الدوري. شايف ناصر ماهر ازاي؟ ناصر ماهر الناس مستعجله عليه عشان عايزه تنسى عبد الله السعيد. لا سي انا عايز اقول انا بكلمك بس بمنتهى الامانه. أوكي. انا عبد الله السعيد الجمهور الاهلي كان بيحبه جدا. هو عمل مشكله فالاهلي مليان لعيبه ما بيقفش على حد. دي على مر العصور وحتى لو في 3 4 بطلوا من الفرق الكبيره دلوقتي النادي الاهلي هياخد بطولات برضه. لكن انا بتكلم حته ان عبد الله السعيد كان هو محور الاداء. دلوقتي في ناصر ماهر عمل السنه اللي فاتت مع سموحه كويس قوي وكان بيشتغل لعيب بلاي ميكر بيشتغل ورا الديفندرات كويس قوي بيتحرك في جبهات وبيعمل جبهات بس هو الاحتكاكات البدنيه خلي بالك الاحتكاكات البدنيه دي بتفرق مع اي فرقه لو انت جبت وزعت ال11 كده في كل مساحه انا مع ميدو بلعب في مساحه واحده انا باك ليفت وهو باك رايت او طرف يمين وانا بشتغل بس انا متفوق بدنيا عليه في المساحه دي يبقى انا المساحه دي انا كسبتها كنادي الاهلي. جميل. المساحه الديفندر المساحه حط ال11. جميل. عنده مشكله في الاحتكاكات البدنيه. ما بيقدرش يحافظ على كورته. عنده مخ ذهني عالي جدا وكره عاليه بس حته البدنيه في الاحتكاك والكز على السنان واحمي كورتي لا لسه شويه. ودي سهله يا كابتن. سهله بس لازم يبقى يصدقها. ما خلي بالك انا لازم ابقى مؤمن بنفسي بالظبط وبفرقتي وباسم نادي بالظبط ابتدي اكسر الدنيا. لكن انا مش مؤمن بنفسي قوي انا حاسس ان الموضوع كبير عليا ان انا العب في ستاندنج في نادي الاهلي وده بيبان من الاحتكاكات البدنيه. لسه هو مش مصدق ان هو اساسي في نادي الاهلي. جميل. انا عايز بس اكد على كلامك انا كان ليا حديث مع محمد يوسف اتكلم نفس الكلام ده بالظبط بالظبط. قال لي بس بدنيا هتلاقي حاجه مكسره احتكاكات بس خلي بالك هي تكنيكال يعني مش لازم ابقى انا عندي عضلات وعندي مش عارف ايه ورجلي قد كده لا هي تشغيل مخ انا بستعمل جسمي ازاي في حمايه الكوره. احنا لسه نقول ناصر ماهر بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله السعيد كان 32 و33 سنه لما لا ده خمر قاعد لابو تريكا لغايه ما بقى تقيل بالظبط شايف الدنيا قدامه بالزبط. لكن دول طالع مره واحده الناس مستعجله عليه مره واحده وكمان واقعية ناصر ماهر في الايام اللي احنا فيها دي مختلفه عن عبد الله السعيد كان في جمهور وكان في سند وكان في ما هو قبل ما يتقل راحت بال قبل ما يتقل لازم كاردرون يلعب بقناعاته. يعني ايه يشتغل ممكن بثلاثه ديفندر بطريقه معينه اربعه وتتطور 4-1-4-1 باللي هو كان بيلعب بيه فترات كتير قوي. لو اشتغل فيه واللعيبه شربته هنستغنى شويه عن حته المركزيه اللي تحت الفيرود اللي هي البلاي ميكر الاهلي بيعتمد عليه بقاله 5-6 سنين. لو شلناه هيبتدي يتقل لما تيجي تحتاجه في النواحي التكتيكيه تغير تكتيك ولا حاجه تاني تلاقي ناصر ماهر ده قصه تانيه. طب احمد حمدي؟ احمد حمدي لعيب كويس بس احمد حمدي لعيب فردي فردي انا يعني خلي بالك قابلته في 97 كتير لعيب حاسس ان هو مظلوم دايما ان هو ما بيلعبش ان هو بعيد المفروض يطلع درجه اولى مشكله كتير. دي مشكله لا ما هو انت طريقه تفكير اللعيب لو انت ما عالجتهاش مش هتعرف تطوره اداء فني لسه بقول لك هو دي مشكله لازم المدرب يتدخل فيها بسرعه جدا عشان يحل مش مدرب دكتور يقعد معاه يعني لان ده لا وخلي بالك ما بيجيش يعني انا ممكن يبقى ميدو انا مدربه دلوقتي وهو لعب ماتش وانا شايفه كمدربه اللي المفروض انا المرايه بتاعته ما يبصش انا البوصله بتاعته بيقول له انت وحش النهارده ميدو ويروح يطلع بره يقعد مع والده ومع والدته ومع اصحابه انت كنت كويس انت كنت هايل انت كنت هايل فابتدى دماغه يلعب والناشئ ده عايز دكتور يتعامل معاه عشان يبتدي يعلله طموحه واحده واحده دي حقيقه لكن هو احنا المشكله في ايه؟ المشكله ان هو فاهم ان دماغه كبيره قوي على جسمه صغير فعمر الجسم الدماغ الكبيره دي ما هتتحكم في الجسم ده لو انا خدت احمد حمدي واحده واحده هو لعيب هايل تطوعه في اللعب الجماعي يبقى لعيب هايلين 3-4 لكن هو فردي مش هيشتغل مع النادي الاهلي لان النادي الاهلي قوته في اللعب الجماعي في الجماعيه مع قوه افراده. طيب سؤال الامير الثاني كان لحضرتك عن اجيري مدير فني لمنتخب مصر. مش متفائل بالمدرب الاجنبي خالص. المدرب المصري هو راجل كان في اتجاهين مدرب اجنبي او كان حسام حسن يعني عشان نلخص القصه. حسام حسن ايه المشكله يعني مش عارف كل شويه يطلع واحد يقول لك ايه استنى هتيجي تيجي يعني مش فاهم يعني ايه
خلاص الراجل تقل وشايفين الجمهور كله عايزه والكلام ده. خلي بالك عندك قصه، عندك مدربين لعيبه محترفه كتير ينقصهم ايه؟ ينقصهم الروح دي اللي مش هيعملها. انسى، عايز الفتره الجايه روح معنويه، مش تقليل من كابتن حسام. كابتن حسام دلوقتي غير كابتن حسام من 5 سنين اكيد. كابتن حسام تطور من الاداء التكتيكي، بقى بيذاكر، بقى بيشتغل كويس، بقى من ناحيه تكتيكيه بقى في تغييرات كتيره، ويمكن هو عشان دماغه شغاله قوي ماتش الاهلي غلط غلطات كبيره. مخلي بالك انت لو لما بتوصل لمرحله ان انت من ناحيه تكتيكيه تبقى كويس، ابتدى غير التكتيك بتاع الفرقه في ربع ساعه 3 مرات فحصل شك في المصري. وده ملاحظها يعني، انا يعني شايف ده كويس. الماتش طلع 2-0 ما هو كان الاهلي ممكن يعمل نتيجه بسكور بالظبط، وعشان التغييرات التكتيكيه في ربع ساعه. انا بجيب ميدو بلعبه بوتفندر وطلعبه تحت الفرود اروح منزله بوتفندر، لا بيحصل شك في الاداء التكتيكي. فانا مش شايف ان اجيري كان لازم نصبر شويه، ندي فرصه لمدرب مصري، خصوصا ان مفيش تصفيات دلوقتي، في تصفيات افريقيا بس. لكن انت مش متفائل؟ لا مش متفائل طبعا. مش متفائل. طب تفتكر يعني انت بتوديني في حتت بس انا بتكلم. وبعدين وفروا الدولارات دي كلها، هو فلوسهم كتيره وفروها. مدرب مصر مش هياخد بقى 120,000 دولار وثلاثه اربعه معاه بياخدوا لهم 100,000 دولار، واحنا بتقول تقشف والبلد والكلام ده، معاكم فلوس زياده طب وفروها ودعموا في منتخبات الناشئين اللي عماله بتطلع. انا بتكلم بمنتهى الصراحه، لان احنا بتبتدي تشتغل مع المنتخبات. خلي بالك المنتخبات دي طول ما هي بتروح لكاس العالم وهي طول ما احتكاكاتها انت بتعمل فريق تاني للمنتخب. انت شفت الجيل بتاع عماد متعب كان عامل ازاي؟ طلع كسر الدنيا المنتخب اللي هو بتاع منتخب الكابتن شوقي، لانك بادئ من بدري بيبقى فيه تركيز. اولا المدرب لازم يبقى عنده وقت المنتخب عشان يعرف ينقي ويروح محافظات والكلام ده، لان ما بعرفش حد. بس انا لكن انا الحته دي برضو مشكله، يعني انا اوفر الدعم كله عشان اعمل بطانه كويسه. خلي بالك البطانه عندنا في كل حاجه دي حقيقة. مش كويسه دي حقيقه، دي حقيقه. ما بحبش اقول رايي بس انا متفق معاك تماما. حسام حسن خسر الماتش بس لا خسر الماتش تكتيكيا زي ما حضرتك بتقول، ولا نفسيا من المشاكل اللي كانت عنده وكان بيتكلم فيها؟ انا متهيألي كابتن حسام بيخسر معاه مفتاح الباب يعني. يعني نادرا ما بتلاقي مدير فني وجهاز فني معاه المفتاح بيفتح النادي وهو خارج بيقفل النادي. يعني ايه يعني؟ انت ما كنت ممكن ما تكونش سمعت تصريحات، كانت تصريحات كثيره جدا بس سمعت. عكس ما حضرتك بتقول سمعت تصريحات بس دمان. انا طبعا هو كابتن حسام من الشخصيات اللي لازم بيعمل الحاجه اللي في دماغه. انا دايما بتشرف بيك، ربنا يخليك، وبستمتع بالحديث معاك والله. ربنا يخليك، وان شاء الله كده تروح مكان تلاقي فكرك فيه، وان شاء الله ربنا يكرمك. ربنا يخليك، نورت وشرفت. ربنا يخليك. قبل ما اطلع لامير هشام بشكر حضراتكم جدا مع الكابتن احمد سامي، كانت فقره مميزه جدا. كل التوفيق للكابتن احمد سامي فيما هو قادم. نروح للزميل امير هشام. نشكرك.